التفوز المستحق. ما كان هتطاع على القاع فالأرض من تشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم نجدد بكم اللقاء ونجدد بكم الترحيب من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية، وعبر قناة الريان الفضائية وموقع لبرقة، حيث نتابع هذه التحديات وهذه الانطلاقات. انطلق على بركة الله شوطنا السابع في هذا المساء لسن الحيل لهجن أصحاب والسمو والسعادة الشيوخ. مسافتنا هي مسافة 6 كيلومترات. أبدأ بداية مع مقدمة الأسماء لكي يتابع من تحتل المركز الأول في هذه اللحظات مذعورة بشعار هجن المرقاب. من يقدم لنا مذعورة في عملية التضمير؟ خميس بن سعيد بن صالح الزرعي. من يدفع لنا بهذا الشعار القادم بإنجازاته وتاريخه؟ المنطلق من أجل الإنجازات، الذي يحضر من أجل التاريخ العريق وكتابة اسمه بأحرف من ذهب. المركز الثاني أتابع الواصلة والحاضرة في هذه اللحظات. من تتقدم زغوة؟ من تنطلق على ثاني المراكز بشعار هجن الشحانية؟ البرنس. من يتابع؟ البرنس. من يراقب؟ جار الله بن محمد بن عقيل. من يدفع لنا بهذا الشعار ومن يقدم لنا هذه النجمة وهذه الدرة؟ ازغوا على ثاني المراكز. اما المركز الثالث اجد الحاضرة والواصلة في هذه اللحظات. من تتقدم وتنطلق من الجانب الاخر؟ غالية هي الحاضرة، غالية هي الواصلة بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، يدفعها في عملية التضمير. بن جرح بن محمد بن علي بن حسين بن جرح بالمري مقدم لنا غالية في عملية التضمير، تسللت وانطلقت بدورها إلى المركز الثاني. المركز الرابع أجد الحضور والانطلاق في هذه اللحظات اللي وصلت احضرت في هذه الاثناء طواري. مرحبا بطواري ومرحبا بهذا القدوم ومرحبا بهذا الطاري هجن الشحانية. من تقدم لنا طواري ويقدمها في عملية التضمير؟ الذهبي سالم بن فاران المري هو القادم مع انطلاقة وتحديات طواري على مستوى المركز الرابع. رابع المركز الخامس أجد الحاضرة والواصلة في هذه اللحظات سدرة بشعار هجن الشحانية. المشاغب محمد بن خالد العطية مقدم لنا سدرة في عملية التضمير. هكذا مشاهدينا مستمعين الأفاضل هي الأسماء الخمسة الأولى القادمة والمتقدمة. هكذا هي النجوم خمس الفايف ستار الباحثين عن هذا الانتصار. العودة إذن بعدما أتممنا عليكم النداء، نعود إلى المركز الأول إلى مذعورة. يا مذعورة يا مذعورة بشعار هجن المرقاب، تتقدم وتقود الأسماء، تتقدم وتقود المسيرة في هذه الانطلاقة. انتصفت المسافة يا مذعورة،
انتصفت المسافة يا غالية ويا زغوة ويا طواري ويا سدرة ويا أيها الأسماء. في هذا الشوط مذعورة بشعار هجن المرقاب والقادم بهذا الشعار في عملية التضمير. خميس بن سعيد الغوشري من يقدم لنا في هذه اللحظات مذعورة على أول الأسماء. المركز الثاني غالية 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 تتحرك في هذه اللحظات وتتقدم إلى المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، يقدمها محمد بن علي بن حسين بن جرح بالمري. يا سلام يا سلام يا سلام. بينما المركز الثالث أجد الحاضرة والواصلة والمنطلقة على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات زغوة. زغوة من تتقدم على ثالث الأسماء هجن الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل، مقدم لنا زغوة على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع طواري. يا طواري طواري هي الحاضرة القادمة القادمة في هذه الأثناء مع رابع الأسماء هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران. المر الحاضر في هذه الانطلاقة الحاضر في هذه الانطلاقة وفي هذا الميدان. المركز الخامس أتابع الحاضرة والواصلة سدرة. سدرة مع شعار هجن الشحانية والمشاغب ابو خالد. المشاغب واصل 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 على خامس الاسماء محمد بن خالد العطية من يقدم لنا سدرة في عملية التضمير. العودة وين يا مخرجنا وين؟ الى مذعورة. يا مذعورة مذعورة ولوحة الالف والخمسمية متر الاخيرة هنا تتقدم وتتحرك وتتحكم كم في زمام الأمور. ولكن حذاري من طواري، حذاري من طواري من غيرت وانطلقت في هذه الأثناء القادمة والمنطلقة بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران. المري هو من يقدم لنا طواري. الذهبي يتحرك فتتحرك طواري في هذه اللحظات. ازغوا على المركز الثالث هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. البرنس من يقدم لنا زغوة على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع غالية غالية بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، والقادمة في هذه اللحظات رشيدة. يا رشيدة مرحبا برشيدة ومرحبا بقدوم هجن الشحانية. المشاغب محمد بن خالد العطية صاحبة الأمجاد تأتي في هذه اللحظات، ولكن مذعورة 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 مذعورة. الكيلو الأخير الأمتار الأخيرة تحركت مذعورة وانطلقت في هذه اللحظات، انطلقت بشعار هجن المرقاب. هجن المرقاب مع أول الأسماء مع أول المراكز تنطلق في هذه اللحظات. الهاتريك الهاتريك يتسجل في هذا المساء مع هذا الشعار هجن المرقاب. والغوشري خميس الغوشري بو صالح خميس بن صالح بن سالم الزرعي. سلام 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 لهجن المرقاب، هذا الفوز الكبير والمستحق. تهانينا تهانينا والف مبروك. سلام يا مذعورة سلام. المركز الثاني طواري هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران. المري المركز الثالث رشيدة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصلت منصة هجن الشحانية
محمد بن خالد العطية المركز الخامس، وصلت غالية بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني. إذن تهانينا تهانينا والف مبروك لهجن المرقاب وإلى من قدم لنا مذعورة في هذه الانطلاقة، خميس بن سعيد بن صالح الزرعي، 9:48، 46 جزءا من الثواني. سلام يا مذعورة سلام. بينما جاءت في المركز الثاني طواري بشعار هجن الشحانية، سالم بن فاران المري من قدم لنا طواري، 9:51، 44 جزءا من الثواني. بينما جاءت في المركز الثالث رشيدة بشعار هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية من قدم لنا رشيدة، 9:52، 48 جزءا من الثواني. تهانينا والف مبروك للجميع. الشوط الثامن بصوت الزميل